يلا يلا يا عم لا مقصود لو جيت هنا كده لا والله لسه ده عامل ازاي يعني طيبين كده والله انا الناس كلها كتير مش مصدق ان انا مش اخوان يعني اي حد بيعمل الناس كويس يفتكره اخوان اللي بيكشر يقول لك عليه سلام يعني بستفزه اوعى تتكلم انا بقى قاصد لا طبعا السلفيين احسن ناس طبعا ده كان شغلنا بس يوم الايام نعم وديته لونه النور احنا كنا عارفين مكان الفي صح؟ بص تجيبها ازاي؟ تبدا من هنا سوبر ستيرنا نرش وتنزل اول بروما انا صح؟ هتصور على طول يقولك السجن اللي كان معانا تحت السكند سبيس عد 2 3 4 يبقى المفروض هنا في واحد وسطها في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 ماشي الكلام ده تدريج هي ما فيش ما هو تقريبا هي انت بقى من كتر الشغل زي ساره ما عملت كده هي بالتقريب بتحطه غالبا صح يعني مثلا انا قلت في واحد هنا حطيتها هنا مش هتفرق كتير انما اللي يفرق معاك ايه بقى انك تيجي هنا ثلاثة تقوم حادفها ناحية اربعة او خمسة ده ممكن تشخص حاجات غلط بقى لانك بتنقل الكرايتيريا انما المكان يعني ماشي الليدز طبعا الايد اليمين الايد اليمين هي الماستر بتاع الجسم صح يبقى الاهلي رقم واحد في مصر اهلي رد صح الناحية التانية مين تاني الدوري الاسماعيلي يبقى اصفر بس يبقى هنا اهلي هنا اسماعيلي غمق تحت الاحمر غمقه يبقى شورت اسود الاهلي في كاس القارات كان لازم تميل لحمرا شورت اسود صح اسماعيلي اصفر يبقى تحت شورت اخضر مش حاجه اسمها زمالك ولا ابيض مش في الكتب ولا في السينما تحفظها كده اهلي اسماعيلي وبعدين الشورت بتاع الاهلي اسود الاسماعيلي اخضر بس طب لو غلط ودي بتحصل كتير ساعات انت تكلف حد مثلا في الاسم اعمل اسم بسرعه ساره معلش عشان ما اتغدتش وهايبوجلايسيميك وفضل على المدفع راحت عكسه راحت حاطه هنا الاحمر وهنا الاصفر تعرفها انت ازاي تلاقي اي في ال واي في ار عكسوا مع بعض المفروض اي في ار كلها نيجاتيف اي في ار الوحيد اللي كلها نيجاتيف البي والكومبلكس والتي لو لقيت ليد واحد كده تقول لهم لا انت عامل رسم غلط وساعات كان بعض الاساتذه زمان ايام الماليجنانس يعني كانوا يجيبوا لنا اسجاهات كده عشان تقول تكنيكال ايرور تعرفها ازاي تلاقي ليد واحد وايه في ال مع كوسين عشان الهير بس يا باشا براحتك انا حاجه ايه بس عشان برضه بيزعق لي لما نجيب كده انت بتصور النوم دي مضايقك؟ لا انا حاسس ان وشك احمر ولا الجو حر؟ هو بس صدره تعبان شويه لما مفيش مخده حاجه قبلها خد صدره تعبان ازاي صدرك تعبان ازاي انت خدت دور برد انا ما فيش الم بيجي في الصدر لما تمشي او تطلع سلم او حاجه يعني قعدت في حته كتمت عندكم مخده في الاوضه دي رحت ولا لسه لا بقول لك انا بيجي ساعتك هنا العيال عندك ظريفة لما بيشنت اسك وان اوف اس اي هاف كومبلين كذا 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 انت تقول له تيك ذا دراج نمبر كذا تو بريسكرايب دراجز افتر فينشنج يقول لك اي هاف تو جو تو ا دكتور ارفع راسك كده يا عم راجل الشيست ليد مكتوب عليها في 1 في 2 في 3 ها وبرده هتلاقي في واحد ايه احمر في 2 اصفر اصفر صح بعد كده ترسانه مفيش ابيض
مفيش حاجه في القاموس اصلا كده. ايوه سلام عليك يا الله يسلمك. لا لسه هيشوف ويرد علي. اه لا ما انا كلمته لان انا في المحاضره بس فكلمته هيرد علي ان شاء الله. ماشي ماشي ماشي. لا بكره بقى ماشي. رجعوا كده يا جماعه الاتصالات صح ساره؟ نعم صح. احمر لا انت راجعي. احمر اصفر اسود اخضر وهنا صح. احمر اصفر اخضر. طب هنا الجهاز العقاري ده بيشتغل ازاي؟ انا خلاص فتحته على حسب حضرتك ارسمه ولا يعني هو كده؟ اه احنا نحمس الراجل يعني هنجهز بس على شويه. عشان الشعر زي هو يسنده بيه حتى. الفيلم بتاع الجوافه اللي في المتحضر الجوافه الحلوه هو نفس اللي بدقها هيلاقيها وحشه قوم رماها في جنب. صار كده الجهاز لو علق وطلع حاجه وحشه هتبقى مشكله. انت كنت خايفه تطبعي صح؟ خد بقى الرسمه عشان توريها الدكتور اشرف ان شاء الله. مفيش حاجه عندي. شوفوا بس بصوا شوفوا انتوا بقى ريت ريزم اكسس الحاجات دي في ديزيز ولا لا. خلاص يا باشا مش بصوا فيه بصوا في الرسم خدوا جرأة ارتباك.